وبينما يحتفل العالم بيوم الخدمه العامه تبرز جهود مصر لدعم الجهاز الاداري وتحسين خدماته المقدمه للمواطنين جهود حثيثه تقودها الدوله طوال السنوات الماضيه في اطار خطه استراتيجيه تدشن مرحله جديده للجهاز الاداري بالجمهوريه الجديده جهود كبيرة بذلتها الدولة من أجل تعزيز وإدماج مبادئ الحوكمة في الجهاز الإداري لتحقيق الهدف الأساسي وهو تحسين كفاءة تقديم الخدمات وتعزيز الشفافية، هذا إلى جانب تعزيز جهود التحول الرقمي بالتوازي مع تدريب الكوادر البشرية على المهارات الرقمية لدعم الأداء الحكومي وتوفير أحدث الخدمات الرقمية للمواطنين وقطاع الأعمال على مستوى الجمهورية، وفي هذا الإطار عملت الدولة على عدة محاور وهي الإصلاح الإداري والتحول الرقمي وتطوير النظم المعلوماتيه للرصد والمتابعه وتحسين الاداء الاقتصادي وبيئه الاعمال فضلا عن تعزيز الشفافيه وسياده القانون ومكافحه الفساد وتركزت جهود الدولة في تعزيز الحوكمة عبر تطبيق سياسات وبرامج واضحة في مختلف المجالات والقضايا والقطاعات لتطوير وإصلاح الجهاز الإداري للدولة ونظم الإدارة المالية، وعلى مدار ثمان سنوات تبنت الحكومة رؤية الإصلاح الإداري للوصول إلى جهاز إداري كفء وفعال، يتسم بالحوكمة ويخضع للمساءلة، ويسهم في تحقيق الأهداف التنموية الوطنية، فضلاً عن تعزيز آليات المساءلة، حيث تم تفعيل دور أكبر للمسألة. نظم متابعه وتقييم الاداء الحكومي وتطوير نظم الاداره المحليه لتعزيز اللامركزيه كما اتخذت مصر خطوات جاده لتعزيز الشفافيه وتحسين التواصل مع المواطنين في مختلف الامور بوسائل متعدده الى جانب تطوير اليات جديده لمشاركه الشباب في صنع وتنفيذ السياسات العامه وتاهيلهم لقياده العمل السياسي والاداري والمجتمعي ومن اجل مستقبل افضل استهدفت الدوله مواجهه التحديات التنمويه من خلال بالأولويات وتعزيز قدرات مصر العملية لاستكمال مسيرتها التنموية في ضوء رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وأجندة أفريقيا 2063.